حبايبي مساء الخير، كيفكم؟ شو اخباركم حبايبي؟ اللي ما شاف لسه الريل اللي نزلته عن برنامجي اللي رح ينزل جديد ان شاء الله يوم الخميس، فوتي شوفوا. غير هيك سلكوا عشعري، لانه امبارح حبيت اعتني بشعري وحطيت زيت جوز الهند وخليته. ف يس، وكمان شوفوا ماما شو عملت لنا. عملت لنا قطايف. او ماي جاد، ثانك يو ماما. هلا هلا. يا تحكوا عليا ودماغي فجأة لفت بيا، كان نفسي انجح في الثانوية، امي هتجيب لي عربية لو جبت 80%، بس جرى منهم قاضي عليا خربوها ولاد المؤذية، انا شايف افلام هزية حواليا شلة حرامية، انا حواليا شلة حرامية، عيال مش مية مية، انا حواليا شلة حرامية، ولاد مؤذية، انا حواليا شلة حرامية، باباي ثانوية، انا حواليا شلة حرامية، مفيش عربية. ايوه بالغلط دخلت مدرسه بنات. طيب ماشي، بعدين بنت جميله بتورته من الصين، خدتها وريها رقم دروس. حبايبي طبعا غرزت سيارتي شاب الجيم، انضم لشباب الجيم.